اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين أعلن خلاص أنه هينظم بطولة الفراعنة الدولية في شهر 2 اللي جاي بإذن الله. البطولة هتتلعب على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. النسخة الأولى من البطولة دي كانت اتلعبت السنة اللي فاتت في الغردقة، بس الاتحاد فضل أن النسخة الثانية تكون في القاهرة علشان يكون في سيطرة أكبر بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا. وأكد كمان رئيس اتحاد الجمباز أن البطولة من المفترض أنه هيشارك فيها عدد كبير من الدول بإذن الله، زي ما حصل السنة اللي فاتت واللي كانت اتلعبت في الغردقة. طبعا كل التوفيق للجمباز، وعايزين أي بطولات مختلفة في كل الألعاب الرياضية إن شاء الله، وبطولات كتيرة.